في حاجة؟ ذكية كنت بتعمل لي كده كده بس كده تاني؟ تاني لا، ده بتاع الستات مش بتاع الرجالة. كده مش طبيعيه، هي انت مش فاتن. ايوه مش فاتن، انا اضحك عليا، اضحك عليا. اوعي بقى، اوعي بقى، انت مجنونه، مجنونه. ليه تعملوا فيا كده؟ انا عملت لك ايه؟ حرام عليكم. الناس بتعرف كويس قوي ان فاتن دي مش زي اي واحده ماسكة المجلة بالمشاري، يبقى مين بقى واخد عقلها؟ أنا يا محسن، ممكن تديني شفطة؟ معلش معلش، ده للقهوة خير ولا يهمك، يبقى أكيد أكيد أنا وأنتِ هنتكسي. على فكرة أنتِ صوتك يشبه صوت أختك أوي. آه طبعًا، مش أنا وهي إخوات؟ اخيرا عملناها يا زكيه. تعرفي اني مش مصدق لحد دلوقتي، كلها كام يوم ونكون مسافرين بره البلد، بس ربنا يعدي اليومين دول على خير. يا ترى العريس عامل ايه دلوقتي؟ ده تلاقيه هو اللي بيرن. خليه يرن، يستاهل. مش برضه يستاهل؟ انتي ما بترديش ليه؟ تعبان يا مصطفى، حسن يعيانا. تصبح على خير.
استناني. مودي يا فاتن يا حبايبي عرسان بقى فكروني بالذي مضى. محسن عرسان بقى اكيد لسه نايمين. محسن لازم بيشم هوا. محسن محسن مودي حبيب مامي. محسن صباحيه مباركه يا حبيبي. لو كنت اعرف ازغرت كنت زغرت. لا ما ينفعش. محسن محسن انا ماما يا حبيبي. مالك؟ الحقيني يا مامي الحقيني يا مامي. ايه يا حبيبي حصل ايه؟ مصيبه مصيبه. اهلها يا مامي اهلها. اتكلم يا حبيبي في ايه مالك؟ اقول لك ايه يا مامي اقول لك ايه؟ دي طلعت كانت متجوزه قبل كده؟ لا يا مامي لا. انت كنت متجوز قبل كده؟ متجوز يا مامي لا برضو. امال طلعت ايه؟ طلعت خالص مجنونه. اه لا 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 خليك انت قاعده جنبها وانا اروح لا 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 هسيبني لوحدي هنا يا مامي. لازم اتصرف يا مامي. لا لا عايزة. انت عارفه كان بيكلمني كلام حلو قوي عليكي بس الحقيقه ما كنتش مصدقه ابدا. عايزه ايه؟ عايزه عايزه ايه؟ في ايه؟ ده في ايه؟ طب عايزه ايه بالظبط؟ يا ربي انا نفسي اعرف ايه. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا حبيبتي؟ في ايه؟ ايوه مين؟ انا محسن الزكية. عايز ايه؟ افتح زكية. مصطفى مش موجود في البيت وهو منبه عليا ما يكونش موجود ما افتحش لاي حد حتى لو الحد ده جوز اختي. انت ومصطفى اخوكي اللي وقعتوني في الورطه دي يا زكية. افتحي. انت اللي وقعت نفسك في الورطه دي يا راميو. ما انا كنت قدامك كنت قدامك بس انت اخترتها هي. بقولك يا زكية مش وقت مناقشه. افتح. على فكره يكون في علمك اختي الجايه النهارده وهتبقى طالق. اوكي الكلام ده بقى تقوله لمصطفى اخويا في النادي بس اعمل حسابك حتى المليون جنيه المؤخر يا انشطه. مش دافع يا زكية مش دافع على مليم. وكون في علمك يا زكية مش هدفع ولا تعريفه وهفتحكم في وسط العباره دي كلها. ايوه هوديكم في داهيه. انا صبيله عربيه انا صبيله عربيه. عايزين شويه في مالك الفيل بطلق ما عادش دعوه. ازاي بس مش ممكن ده.
تطردني؟ معلش حقك عليا. على عموم يا اخويا مبروك. الله يبارك فيك. السلام يا اخويا. انا بتقولي بالسلامه؟ ايوه انا بتقولي بالسلامه. ايوه بالسلامه. مبروك يا محمد. الجوازة دي بطلع شرعا وقانونا لان الزوجة غير كاملة الاهلية. ايوة متر، يعني انا من حقي قانونا ان انا اطلقها دلوقتي؟ لا اصبر، احنا مش عايزين نديهم فرصة ان هم اللي يقضون الاول وياخدوا منك المؤخر. اسمع، انا هرفع لك قضية فورا، اولا عشان نثبت الحالة، وبكده يعتبر الزواج كأن لم يكن من تلقاء نفسه من غير طلاق. ثانيا هاخد لك حكم بحبس مصطفى واخده. ايوة بس الحقيقة أنا مش قادر أصبر، والبناية اللي قاعدة في البيت دي أعمل فيها إيه؟ إن شاء الله يا أستاذ محسن هنكسب القضية من أول جلسة، أما بالنسبة للي في البيت دي فالمفروض إنك تشوف حد يرعاها. أمر لله. صحيح يا بدر. أيوة. بالنسبة لمصطفى، أنت مش بتقول إن هو ممكن يتحبس؟ مصطفى مين؟ مصطفى؟ مصطفى؟ أيوة أيوة طبعًا، مؤكد أكيد. كتر خيرك يا بدر. شكرا شكرا، مع ألف سلامة. مع السلامة. الله يسلمك. مع ألف سلامة. لا مؤاخذة، الموبايل بتاعي. اتفضل. في يا فندم؟ استاذ محسن وحيد اللي معجباني. ايوه يا فندم. اتفضل معايا لو سمحت. ايوه بس اعرف في ايه الاول؟ لما تيجي معايا هتبقى تعرف. ايوه بس افهم يعني. لما تيجي معايا هتفهم. اتفضل. طب ممكن لحظه واحده؟ هالو. ايوه متر، انا محسن. لا ابدا ما فيش حاجه، وانا مروح لقيته قدام البيت عربيه بوكس، والظابط بيقول لي تعالى معايا على القسم. الحقني يا متر. الاستاذ مصطفى مقدم بلاغ من امبارح بيتهمك فيه بان انت خطفت اخته المدعوه فاتن، ايه اقوالك؟ لا يا فندم انا ما خطفتهاش، انا اتجوزتها. اثبت دي يا حضره الضابط، خطفها واتجوزها تحت التهديد. كذاب يا فندم، انا اتجوزتها بعلمه وبعلم اهلها. هو اللي كذاب يا فندم، لو يقدر يثبت الكلام ده يثبته. يعني الاستاذ مصطفى كان وكيلها؟ لا يا فندم، وكيلها كان واحد اسمه شلدم. مين؟ شلدم يا فندم، حاجة كده ملهاش أي معنى. وشلدم ده يقرب لها إيه؟ أنا معرفوش يا فندم، هو اللي جابه. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أنا برضو أعرف حد اسمه شلدم. طيب والشهود يطلعوا مين؟ الحقيقة يا فندم معرفهمش برضو، هو اللي جابه. طيب ما معكش أي حاجة تثبت اللي أنت بتقوله ده؟ صور للفرح مثلا؟ الحقيقة يا فندم أنا ما عملتش فرح، الحكاية كانت هتضيق يعني، وبعدين نسيت أكلم المصور عشان يجي ياخد صور تذكارية. يا جماعة يا حضرة الضابط، انتوا بتتكلموا في ايه دلوقتي بالظبط؟ بس انا مش فاهم. المهم دلوقتي اختي يا ترى عايشة ولا ميتة؟ بتاكل ولا نايمة من غير اكل؟ يا حبة عين ابوك يا اختي يا اختي. يا استاذ اهدى شوية، خلينا اشوف شغلي. يا استاذ محسن، طالما اتجوزتها تبقى اكيد موجودة عندك في شقتك دلوقتي. لا يا فندم، هي مش موجودة في الشقة، موجودة عندي في الشاليه. الشاليه بتاعي 4 أوض وصالة وبسين كبير. هو صحيح انا عملت الفرح في السر، لكن بعلم اهلها. في السر وبعلم اهلها؟ مش فاهم ليه؟ يا فندم انا فاهم سعادتك، اصله كان بيقول الموضوع ده عشان يجوز اخته لابن عمه عبد الجبار. عبد الجبار؟ انا ماليش ولاد امام خالص. كذاب. مش فاكر لما قلت لي عبد الجبار
وبرقت لي بعينيك كده وشك دخل في وشي. اما ايوه انا فهمت الفوله، انت كنت بتعمل الحكايه دي بقى عشان تخليني اتجوز اختك بسرعه. كذاب كذاب يا حضره الضابط، ده جالي اكتر من مره وانا رفضته وكرشته عشان كده خطفها واتجوزها، اتجوزها على الضابط. وانا ما كنتش اعرف انها متخلفه. اخلص، انا ما اسمحلكش تهين اختي وتقول عليها متخلفه. بس انت وهو، انا ما عنديش وقت اضيع اكتر من كده. هي متخلفه لكن طيبه. اسكت انت يا محسن ما تتكلمش. حاضر يا فندم. بعد اذنك حضره الضابط، انا حاضر مع الاستاذ محسن. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم اتفضل. انت مش شفتها قبل ما تتجوزها؟ ايوه يا فندم. ايوه ايوه يا فندم شافها. اتفضل، ادي الجوابات اللي كان بيبعتها لك. اتفضل. ايه بعد اذنك؟ ايه ده خطك ده يا محسن؟ ايوه يا فندم خطي. بس ايه ده، ايه اللي وقع؟ هو انا كنت براسلك انت؟ الجوابات دي بتثبت ان كان في علاقه بينكم قبل كده. يا فندم اديني فرصه اشرح لك. اسكت انت يا محسن. بعد اذنك يا حضره الضابط، الاستاذ محسن ما كانش يقصد المعنى الحرفي لكلمه متخلفه، ده قال كده بس عشان في خلافات زوجيه. الكلام اللي بتقوله ده يا نت. اسكت يا محسن. حاضر يا فندم. بعد اذنك يا حضره الضابط، ممكن تفرج على موكلي؟ اذا ثبت ان في قسيم الجواز فعلا يبقى لازم افرج عنه، لان مفيش جريمه. امري لله، امري لله، بقى نسيبي غصب عني واتدبستي فيه، امري لله. ازاي بس يا متر ما قلتلهمش على الحقيقه؟ وليه خبيت عليهم انها متخلفه عقليا؟ وليه ما خليتنيش اروح اجيبها عشان ازفت الحاله دي؟ بالعكس، ده كان هيبقى ضدك انت يا استاذ، اللي كان مفروض عليك تحكي بالتفصيل الطريقه اللي اتجوزتها بيها. ايوه بس ايه اهميتها؟ اهميتها ان هم دبروا لك تدبير محكم بحيث تبان ان انت اللي خطفتها واتجوزتها بعلمك ومن غير علمهم. واذا قلنا ان هي متخلفه عقليا يبقى انت غررت بيها وكنت هتطلع من الاسم على السجن. ايوه يعني اسكت مؤقتا لحد ما نثبت في المحكمه ان هم اللي خدعوك مش انت اللي خدعتها. طب واثبت ده ازاي؟ انا اللي اسالك، المفروض ندور على اي اثبات او اي شهود يشهدوا صالحك. أنا كامل؟ أنا تعمل فيا كده؟ أنت اللي عملت في نفسك كده. قلت لك بلاش فاتن، ما سمعتش كلامي. كان لازم تفهمني الحقيقة. إيه ده؟ أفهم مين؟ أفهم روميو صاحب التاريخ والخبرة؟ تقوم توديني في داهية؟ طب وأنت خدت ميرفت مني ليه؟ عارف، عارف لو كنت بتحبها أنا كنت التمست لك العذر، لكن لا، كنت عاوز تثبت لأنك قفتك مني. طبيعي اني كنت اثبت العكس. انا معترف ان انا غلطت في حقك، كنت طايش، كنت طايش. بس الانتقام ما يبقاش بالشكل ده. طب وانا ايه المطلوب مني؟ تشهد معايا في المحكمة. ما عندك هشام؟ هشام انت عارف كويس قوي انا طردته لما جه ينصحني. امبارح امبارح قابلته صدفة، لقيته بيشمت فيا غصبا عني، مديت ايدي عليه وضربته. طب وانا في المحكمة هيصدقوني ليه؟ بالعكس دول هيفتكروا اني بشهد زور عشان صاحبك. وبعدين للأسف يا حبيبي الأدلة كلها ضدك، يعني حاجة زي الجوابات اللي كنت بتكتبها لفاتن. الجوابات اللي انت كنت بتكتبها لفاتن وانا كنت بنقلها بخطي. طب وصوتك وانت بتكلمها في التليفون؟ صوتي مش قادر، كفاية عليا دلوقتي اكلمك في التليفون واشوفك مرة واحدة. كفاية كفاية. على فكرة مصطفى وزكية عندهم نسخة من الشريط ده ومش بعيد يطبعوه وينزلوه في السوق. يعني زكية، زكية هي اللي عملت كل ده. من فضلك ما تغلطش في زكية. عارف ليه؟ لأن زكية هتبقى مراتي. عرفت بقى أنا ليه كمان ما أقدرش أشهد معاك في المحكمة؟ ما لقيتش غير زكية يا كامل. أعمل إيه؟ زكية دي هي الوحيدة الأضمن إنك ما تعاكسهاش وتاخدها مني.
وبعدين دي زكية، دي زكية ورقيقة ولماحة وبتفهم، وإلا ما كانتش قدرت توقع روميو صاحب الخبرة والتاريخ. وبعدين انت مزعل نفسك ليه؟ ما انا سبت لك البنت الحلوة. بس انت بجد طلعت ذكية ذكية. من بعد ما عندكم انت اللي طلعت ذكي جدا. على فكرة انت مؤلف بارع، رسمت لي شخصية بكل ابعادها وانا مثلتها بمنتهى السهولة. وانت اندمجت فيها لدرجة انها بقت جزء من حقيقتك. المهم قلت لي هترد عليا بعد ما فاتن تتجوز. ده صحيح. طيب اجي اقابل مصطفى امتى؟ كامل حقيقي انت انسان فيك صفات كتيرة قوي حلوة، انسان ناضج وذكي ومثقف، وانا ما اقدرش استغنى عنك كصديق طبعا، لكن حكاية الجواز دي ازاي يعني؟ ما ليه يعني ايه السبب؟ بصراحة بحب واحد تاني. طب ليه ما صرحتنيش قبل كده؟ لاني ما كنتش واثقة من مشاعري ناحيته. اقدر اعرف مين هو؟ كامل وهتفرق في ايه يعني لما تعرف مين هو او ما تعرفوش؟ يهمني اعرف مين الانسان اللي حرمني من الحب الحقيقي الوحيد في حياتي. اتكلم يا زكية، مين هو؟ محسن. مش ممكن، مستحيل. سامحني يا كامل. لا افهم، فاهميني ازاي؟ ازاي ايه؟ القلب وما يريد ده شيء مش بايدي. ده انسان متخلف وانت عارفه كده كويس، دراهن على فاتن. ده انسان منافق وكذاب ومخادع، وبعدين ده ما بيتقلكيش انت بالذات. انت بتقول ازاي كده؟ انا متاكده ان محسن اتغير، بقى انسان جديد. بأمرت ايه؟ بأمرت انه اتجوز انسانه معاقه ذهنيا؟ ايوه اتجوزها، لكن هو بيحبني انا. ده بيتهيألك، انت مخدوعه، انت مجنونه. كامل ارجوك كفايه بقى، كفايه تجريح اكتر من كده. انا اسف، بس صدقيني يا زكية، صدقيني انا بحبك بجد، حب صادق ناضج. كامل ارجوك ما بقاش فيه داعي للكلام ده، خلاص. أنا آسفة يا كامل، آسفة. عن إذنك. لا مش هينفع كده، أنا مش هستحمل، مش هستحمل. هما يشوفوني سافر. افتح يا مصطفى، افتح يا زكية، هيخصوكوا قدامكم أهي. محدش جوه يا أستاذ. سافروا إمتى؟ إمبارح بس. راحوا فين؟ مش متأكد بالظبط، يا البحرين يا الكويت، حاجة زي كده. الظاهر إن هما مش راجعين خالص، لأنهم عارضين الشقة اللي جار. هتعمل ايه دلوقتي يا استاذ؟ مش عارف. احسن حاجه توديها دار الرعايه، هتاكل وتشرب ويعلموها كمان. معلش يا ابني نستحملها شويه. مش قادرة استحمل، قلبي بيتقطع علشانك وعشانها. انا مضطرة اسافر يومين يا حبيبي، الشنطة العربية، وحابه اطمن عليك. خلي ملف بنفسك. اكسبني شو ماما؟ حبيبي بس.
هدا هدا عشان تخلي بالها مني. شوف وشك بخير يا حبيبي. ماما الو ازيك يا ماما؟ انتي من فضلك ما تكرهنيش. وليك عين تتصلي بيا؟ انا بحبك بحبك يا ماما. خرسي خرسي احلف لك باغلى شيء في حياتي في حياتي. هتدوري لي الاسطوانه اللي كنت بعملها على البنات، بس انا اللي غبي اللي انخدعت فيها. انت كنت بتخدعني عشان تكسب الرهون، وانا خدعتك عشان انتقم منك. بعد كده انت عرفت معنى الحب الحقيقي، وانا كمان. وزي ما انت اتغيرت انا كمان اتغيرت. صدقني حياتي مستحيل اصدقك، وان صدقتك مش ممكن احبك. انت بتحبني فعلا يا محسن، بس بتكابر. مش صحيح. تعال نفتح صفحة جديدة. انت بتحلمي. ممكن اكون بحلم ان اللي اتكسر ممكن يتصلح. هننسى حكايه المؤخر دي خالص، وهنحط فاتن في الدرعيه وهتطلقها وتتجوزني. انا عندي استعداد اعيش مع فاتن ولا اشوفش وشك ابدا. ما تخرجش نفسك يا محسن، احنا البعض. انت بتحبني زي ما انا ما بحبك. ما وحشكش صوتي على التليفون؟ ما وحشكش لما كنت بقعد بالغ معاك بالساعات؟ ازاي هتقدر تعيش من غير ما تكلم معايا يا محسن؟ هتلاقي مين غيري تحس بيك غيري انا يا محسن؟ لا لا لا. تحزنيش يا فاتن، انت مالكيش ذنب يا حبيبتي، انت ضحيتنا كلنا، انت اطهر واشرف مننا كلنا. بس لو تفهمي خساره خساره يا فاتن.
يا دادا دادا امر يا محسن بيه. ما كلتش لحد دلوقتي ليه؟ انا بحط لها الاكل مش عايزه تاكل. ما هي بتقول جعانه. يمكن مش عايزه تاكل من ايدي انا. طيب روح انت. حاضر. اي خدمة تانية يا محسن بيه؟ لا شكرا، اتفضل انت. يلا بقى كلي، اما نشوف اخرتها ايه. لا لا مش هقدر اكل، كلي انت. خلاص خلاص ناكل سوا. يلا. ايه ده ايه ده؟ في حد يلعب بالاكل كده برضو؟ ما تزعليش، انا اسف، انا عايزك تبقي احسن واحده في الدنيا. خلاص بقى ما تزعليش، والفوطه دي قبل ما تاكلي لازم تعمليها كده. ايوه برافو عليكي. لسه زعلانه؟ اقول لك نكته عشان ما تزعليش. طيب يلا شويه صغيرين في المعلقه كده. هم يا جمل هم يا جمل هم 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 هم. حلو. معلقه كمان. لحظه واحده. الو ايوه متر. ها القضيه تاجلت برضو؟ بتقول ايه؟ كسبنا القضيه يعني؟ خلاص ما بقتش مراتي. طيب طيب شكرا يا متر، مع السلامه. أن يحكم عليه الناس بعدم الشفقة والإنسانية إن هو تخلى عن فاتن، فقرر أن يتنازل عن الدعوة ويرتضي بالأمر الواقع، بل إنه في لحظة قرر أن يساعدها على أن تتعلم بعض الأشياء التي يجدها الناضجين. قولي ورايا. ألف 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 يعني أرنب. به به نب. به يعني بطة. به ته ته يعني ترابيزة. أوه مفيش فايدة فيكي، مش هتعرفي تتعلمي أي حاجة أبدا. أنت الذنب اللي أنا ارتكبته، أنت العقاب اللي ربنا بيعاقب بيه. Thank you.
وأنا كمان بحبك. وحتى الآن يشاهد الأعضاء محسن وحيد المعجباني الشهير بروميو وهو يتجول في أنحاء النادي على غير هدى. لقد تغير بعض الشيء وكأنه كبر عدة سنوات أكثر من عمره. لقد علمته التجربة أن الحياة أخذ وعطاء، وهو لا زال يبحث عن فتاة أحلامه، لكنه لم يدرك بعد أن سحره القديم قد زال ولن يعود.